السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة دين كولتورو. سنبدأ في هذا الدرس بالوحدة الرابعة التي تحمل عنوان اللهم كولو في إيل تشي حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله. إذا سوف نتحدث عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أول شيء لدينا اللهم كولو حضرة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كعبد لله. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlara model olarak sunduğu ideal insandır. İdeal insan yani ennehu insan misali. Ya'rudu lana el-Kur'an-ı Kerim kenemuzac li cemiyel muslimin. Model olarak yani kenemuzac li cemiyel muslimin. Yani yecib ala cemiyel muslimin en yaktadu bi seyyidina Muhammed aleyhissalatu vesselam. Bu sebeple Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem iyi ve doğru tanımak çok önemlidir. لذلك من المهم جدا معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام بشكل جيد جدا. حضرة محمد صلى الله عليه وسلم yanlış anlaşılması dinin de yanlış anlamasına sebep olur. Yani إن الفهم السيء أو الخطأ يعني الفهم الخطأ لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتسبب بفهمنا الخاطئ للدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما نعلم كان يطبق الدين هو نفسه، هو كان نموذج لنا، مثال يعني نقتدي به. فإذا نحن لم نفهم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بشكل صحيح فسوف نطبق الدين بشكل خاطئ. لذلك يجب علينا أن نتعرف على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن نعرف أعماله وأقواله وتصرفاته وأن نمتثل بها في حياتنا اليومية لكي نكسب الدنيا والآخرة. هنا يقول لنا القرآن الكريم حضرة محمد صلى الله عليه وسلم ده bizler gibi bir insan olduğunu belirtmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim yubayyen lana en Resul Aleyhisselatü Vesselam huwa insan mithilna ve bittali yani kul tasarrufat elleti kam biha Resul Aleyhisselatü Vesselam leyset sabi ala ahad ebeden. Onun insan üstü bir varlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini hatırlatmaktadır. يعني ينبهنا دائما ويذكرنا القرآن الكريم بعدم تقييم الرسول عليه الصلاة والسلام كموجود خارق يعني ما فوق الإنسان. هو إنسان طبيعي مثله مثل بقية البشر. نيتكيم حضرة محمد صلى الله عليه وسلم diğer bütün insanlar gibi bir anne ve babanın evladı olarak dünyaya gelmiştir. Yani الرسول عليه الصلاة والسلام مثله مثل بقية كل البشر قد جاء إلى العالم كولد لأب وأم. له أب وله أم وهو ابن لهما. مكة toplumu içinde doğup büyümüş yani أنه ولد في المجتمع مكة وكبر في هذا المجتمع. İnsanlarla iletişim ve ilişki kurmuş yani تواصل مع الناس وأقام علاقات مع الناس. Çocukluk ve gençlik dönemlerinin yaşanmıştır yani عاش مرحلة الطفولة çocukluk وعاش أيضا مرحلة الشباب gençlik. Zamanı geldiğinde de evlenip yuva kurmuştur. وعندما جاء الوقت فقد تزوج يعني عندما كبر ونضج في عمر 25 تزوج وأنشأ منزلا أيضا مأوى. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin ve aile fertlerinin geçimini sağlamak için çalışmıştır. Yani Resul aleyhisselatü vesselam قد عمل مثل بقية كل البشر عمل واجتهد من أجل تحصيل رزقه ورزق أفراد عائلته. O da diğer insanlar gibi acıkmış, susamış, yorulmuş, yerine göre uzulmuş ve ağlamıştır. Yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam مثل بقية كل الناس مرت عليه أوقات جاع فيها وعطش وتعب وأحيانا كان يحزن ويبكي أيضا. Mutluluk verici bir durumla karşılaştığında ise sevinmiştir. وَفَرِحَ فِي الْاَوْقَاتِ الَّتِي قَابَلَ ف۪يهَا مَوَاقِفْ مُسْعِدَ. Yani لما يكون عند يواجه موقف مفرح فهو يفرح وعندما يواجه موقف محزن فهو يحزن. إذن صفاته مثل صفات كل البشر. هذا الكلام نفهم منه الخلاصة أن صفات الرسول عليه الصلاة والسلام مثل صفات كل البشر، لذلك لا يستطيع أحد أبداً أن يحتج ويقول هو نبي وأنا إنسان عادي وأنا لا أستطيع أن أقوم بما كان يفعله الأنبياء. فهذه الحجة مردودة على صاحبها. يعني
هنا طبعا صورة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام تأكيد نعرفها، وهنا يقول لنا ما هي أهم الخصائص، خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام كبشر. كتبوا لنا الملء المصري، يعني أنه يموت مثل مثل كل البشر. ونكتب نحن أيضا أربعة خصائص من هذه التي مرت معنا هنا، يعني أنه جاع وعطش وتعب وحزن وفرح، نستطيع أن نكتب منها ما نشاء هنا. طيب حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ده بير إنساندر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو إنسان، ancak onu diğer insanlardan ayıran önemli bir takım özellikleri vardır. ولكن هناك بعض الخصائص الهامة التي تميزه عن بقية البشر. Bunların başında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan Celle Celaluhu vahiy alması gelir. Yani من الصفات التي تميز الرسول عليه الصلاة والسلام عن بقية الناس أنه قد أخذ الوحي من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه وظيفة يعني مهمة للرسول عليه الصلاة والسلام، أن يأخذ الوحي من الله سبحانه وتعالى ويبلغه للبشر. طيب الآن الفقرة الثانية، الله جل جلاله إلتشي حضرة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كرسول لله. تحدثنا كيف كان عبد وهو إنسان مثله مثل بقية كل البشر، والآن سوف نتحدث ما هي خصائص مرحلة النبوة. لدينا هنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أول خاصية له أنه صون بيغامبردر، يعني أنه آخر الأنبياء. رحمة بيغامبردر، هو نبي الرحمة. قرآنن أتشكلايجسدر، يعني هو موضح للقرآن الكريم. مجدليجي ويارجدر، يعني أنه بشير ونذير. يبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكافرين من عذاب الله. جزيل أخلاقن تماملايجسدر، يعني أنه متمم لمكارم الأخلاق. هذه كلها طبعا عرفناها نحن من الأحاديث ومن الآيات القرآنية. صوم بيغامبر يعني أنه خاتم الأنبياء، يعني بالتأكيد نحن كلنا نعرف أن سيدنا آدم عليه السلام هو أول الأنبياء. هنا أول شيء يقولون لكم الرسالة والنبوة نفس، يعني معنيين مرادفين تقريبا لبعضهما. باللغة الفارسية اسمه بيغامبرليك، وباللغة العربية اسمه الرسالة أو النبوة. فسيدنا آدم عليه السلام كان هو أول الأنبياء إلى باشلايان نبوة في رسالة زنجيري، يعني سلسلة الرسالة والنبوة بدأت مع سيدنا آدم عليه السلام. ثم بيغمبر حضرة محمد له صلى الله عليه وسلم تماما مشتر، وتمت تماما يعني انتهت هذه السلسلة مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي هو آخر نبي. بسبب له حضرة محمد صلى الله عليه وسلم هاتم الأنبياء يعني بيغمبرين سونجسو لراك دا نتلين ددر، يعني أنه يوصف بخاتم الأنبياء، يعني آخر واحد من الأنبياء. طيب هنا لدينا آية تقول لنا وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. من هذه الآية نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. بو آيات حضرت محمد صلى الله عليه وسلم son peygamber olduğunu، ondan sonra peygamber gelmeyeceğini açık ve kesin bir şekilde ortaya koymaktadır. يعني هذه الآية توضح لنا بشكل واضح وقطعي أن لن يأتي رسول بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو آخر الأنبياء أو خاتم الأنبياء. حضرت محمد صلى الله عليه وسلم son peygamber olduğu için onun insanlara tebliğ ettiği din de son dindir. Yani kavnu huve ahir el-enbiya, fe bitekid el-din el-lezi yubelleghu lil-beşar huve ahir el-edyan aydan. El-din el-islami huve ahir el-edyan. Bu sebeple Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ettiği dine bütün insanların tabi olması gerekmektedir. Yani en hâzı el-din el-lezi belleghahu el-Rasûl aleyhisselatü vesselam leysa khas fakat bil-muslimin وإنما هو دين جاء لجميع البشرية، لجميع الناس. يجب أن يتبع جميع الناس دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه آخر الأنبياء ودينه هو آخر الدين، وهو مصدق لكل الديانات السابقة عليه. لذلك بالتأكيد يجب على جميع الناس أن يتبعوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الآيات كما تعلمنا في الدروس السابقة، لدينا هنا رقم 6 رقم 7. نأتي إلى الفهرس تحت هنا، لدينا رقم 6 هي الآية 19 من سورة آل عمران، ورقم 7 هي الآية 3 من سورة المائدة. فنفتح المصحف ونقرأ الآيات ونترجمها.
Tabii Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındayken Hira mağarasında ilk vahiy almış ve peygamber olmuştur. Hatta gelen bir tekit kulu ile narifu en Resulü aleyhisselam indeme kene yedheb ila gar Hira kene yedheb lit ta'bud yani ve teammul fi gar Hira ve indeme belag al 40 min umrihi kad nezel aleyhi evvel vahiy ca'ahu Cibril aleyhisselam ve qara'a aleyhi ayat أوائل سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق وهنا أصبح نبيا. طيب رحمة بيغمبري يعني أنه نبي الرحمة، والرحمة تعريفها أول شيء ككلمة يعني كمعنى لغوي أنها اللطافة الشفقة الرحمة اللطف الإحسان الخير الثواب وهكذا. أما كمصطلح ديني يعني بالإسلام رحمة bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara her türlü yardımda bulunma isteği demektir. Yani tani ke mustalah islami enneha el-ragbe fi el-khayr li cemi'il mevcudat ve muhavalet takdim cemi'il musaadat mümkine. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle ilgili özelliklerinden biri de onun rahmet peygamberi olmasıdır. يعني من خصائص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه نبي الرحمة، وهذه تعرفنا عليها من القرآن الكريم عندما يقول له الله سبحانه وتعالى في الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لديه حديث يقول أنا محمد وأنا أحمد أيضا، يعني اسمه محمد واسمه أحمد، وأنا نبي التوبة ونبي الرحمة، إذن هو نبي الرحمة. حضرت محمد صلى الله عليه وسلم بيغمبر olarak gönderilmeden önce başta Arap Yarımadası olmak üzere dünyanın hemen her yerinde birçok olumsuzluk yaşanıyordu. Yani قبل أن يصبح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا كان في شبه الجزيرة العربية وبقية الأراضي كلها بشكل عام تقريبا معظم أراضي الدنيا المأهولة بالسكان كان فيها الكثير من السلبيات. يعني بعد سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى هو آخر نبي قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والفرق بينهم 610 سنوات. ففي هذه 610 سنوات الناس انحرفوا كثيرا عن دين سيدنا عيسى. فلذلك عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد في شبه الجزيرة العربية كان الناس مشركين، كانوا يعبدون الأصنام. بطلرا تابيوردو يعني كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا يدفنون البنات أحياء، كانوا يريدون فقط أن يأتيهم أولاد ذكور، وكانوا يشربون الخمر، وكانوا يلعبون القمار، وكانوا مؤمنين بالسحر وبالشعوذة. فهذه كل السلبيات اللي كانت منتشرة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. Kullarına karşı son derece merhametli olan Allah Celle Celaluhu insanların böyle yanlışlıklar içinde kalmasına razı olmadı. Yani Allah Subhanahu wa Taala kaunu rahim bi ibadihi ila abad al hudud فلم يكن يرضى أن يبقى عباده في هذه الأخطاء. Onlara ayetlerini okuyacak, kendilerini kötülüklerden arındıracak bir peygamber gönderdi. Yani أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل إليهم رسولا يتلو عليهم آياته ويطهرهم من السيئات التي هم فيها. رحمة بيغمبري Hz. محمد صلى الله عليه وسلم elçisi olarak görevlendirdi. فوظف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لهذه المهمة كونه نبي الرحمة. إذا رحمة من الله بعباده لكي لا يعاقبوا في يوم القيامة على السيئات التي كانوا يعيشونها أرسلهم نبيا، فمن تبع النبي فسوف يرحمه الله. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه نبي الرحمة. حضرة محمد صلى الله عليه وسلم insanların kötülüklerden uzaklaşması her iki dünyada da huzura ve mutluluğa kavuşması için canla başla çalıştı. Yani amile Resulü Aleyhisselatü Vesselam canla başla yani bikul kıvahu. Amile bikul kıvah min ecil en yusel el nas en evvel şey en yub'idhum an selbiyyat, seyyiyat ve ten şey en yusulhum ile s-saade el-dunyaviye vel-ukhraviye. İki dünyada yani fi hadihil hayati dünya ve fil ahire aydan. Gece gündüz demeden insanları doğru yola hak ve hakikate çağırdı. Yani kana yed'u en-nas leylan ve naharan min dun an yaqul wallahi sar el-leyl ve yecib an anam ve ertah ve kaza. Lam yakun yertah abadan.
كان يدعو الناس دائما إلى الصراط المستقيم وإلى الحق والحقيقة. Onun çağrısı sonuç verdi ve insanlar Allah'ın cezaları izniyle doğru yolu buldular. Yani davet-i Resulü Aleyhisselatü Vesselam قد وجدت نتيجتها وقد وجد الناس الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طريق المستقيم بإذن الله سبحانه وتعالى. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son derece şefkatli ve merhametli bir kişiliğe sahipti. Yani ki Resulü aleyhisselatü vesselam zu şahsiye rahime ve şefika ile ebadil hudud kavnu ursile rahmeten lil alemin. Yani kavnu huve رسول نبي الرحمة وأرسل رحمة للعالمين فيجب أن يطبق هذا الكلام هو على نفسه بتصرفاته. وهنا الآية الكريمة تقول لنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هذا الكلام يؤكد لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهتم لأمر المسلمين وكان يشفق عليهم ورحيم بهم، فكان يطبق الكلام هو، ونحن طبعا يجب علينا أن نمتثل به. طيب الخاصية التالية قرآن كريم أشكليان بيغامبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو موضح للقرآن الكريم، شارح وموضح للقرآن الكريم. قرآن كريم الله جل جلاله tarafından gönderilen son ilahi kitaptır ve Hz. Muhammed صلى الله عليه وسلم vahyedilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim huwa ahir kitab ilahi ursila min Allah subhanahu wa ta'ala ila Seyyidina Muhammed aleyhisselatü vesselam abral vahiy. Kur'an-ı Kerim'de dinimizin inanç esasları, yerine getirilmesi gereken ibadetler, güzel ahlakı öğütleyen emir ve tavsiyeler, insanlar arası ilişkileri düzenlemeye yönelik ilkeler ve benzeri konular yer alır. Yani min ehem mevduat Kur'an-ı Kerim evvel şey أسس العقيدة، العقيدة يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وثانيا العبادات التي يجب علينا أن نؤديها، وثالثا بعد التوصيات والأوامر والمواعظ يعني حول المكارم الأخلاق، الأخلاق الحسنة يعني، ورابعا هناك بعض المبادئ التي تنظم علاقات الناس مع بعضهم البعض. هذه أهم الموضوعات التي تتواجد في القرآن الكريم. أنجاك يجيك كتاب مزدان bu ve benzeri konularla ilgili çok fazla ayrıntılı bilgiler yer almaz. Yani la yujad tafasil kesira li hadhihi al mawduat fi kitabina al muqaddas. Kur'an daha çok dinimizle ilgili genel ve temel bilgiler verir. Yani Kur'an-ı Kerim yatina malumat raisiye ve amme an dinina al islami, onların açıklamasını ve ayrıntılarının da Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bırakır. Yani Allah subhanahu wa ta'ala قد ترك لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أول شيء توضيح هذه الأوامر والنواهي والمواعظ والحكم، وثانيا شرحها بالتفاصيل. القرآن الكريم لا يوجد فيه تفاصيل، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي شرح لنا التفاصيل. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem temel görevlerinden biri de Kur'an-ı Kerim'i açıklamaktır. Yani aslan min mehem Resul aleyhisselatü vesselam reisiye hiye tavdih Kur'an-ı Kerim linnas. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı insanlara tebliğ etmek, öğretmek ve açıklamakla görevlendirmiştir. Yani Allah subhanahu teala kad kellefe Seyyidina Muhammed aleyhisselatü vesselam بتبليغ الناس القرآن الكريم وتعليمهم وتوضيح القرآن الكريم لهم. إذا هذه كلها مهام الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن يجب أن نحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي وضح لنا فيها أحكام القرآن الكريم. يعني مثلا في القرآن الكريم فرضت الصلاة، ولكن كم ركعة يجب أن نصلي ومتى يجب أن نصلي لا أحد يعرف. كيف عرفنا؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام، هو اللي وضح لنا. القرآن الكريم يأمرنا بالزكاة، ولكن كم هو مقدار الزكاة لا نعرف إلا من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم يأمرنا بالحج، ولكن ما هي مناسك الحج لم نعرفها إلا من خلال الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا يجب علينا أن نتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ونمتثل لها في حياتنا اليومية،
وهنا أيضا يقولون لنا حضرة بيغمبر صلى الله عليه وسلم Kur'an'da emredilen ibadetlerin yapılışı ile ilgili de açıklamalarda bulunmuştur. Yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam kâme bi tavdih bazı ibadet keyfe yetim kıyam biha elleti ca'a avamir biha bil Kur'an-ı Kerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın Celle emrettiği ibadetlerin neler olduğunu bildirir. Yani Kur'an-ı Kerim yuhbirne ma hiye el ibadet elleti yecib en na'budullah fiha. Abdest almanın, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin, hacca gitmenin, kurban kesmenin ve benzeri ibadetleri yerine getirmenin Müslüman için bir sorumluluk olduğunu belirtir. Yani yuvaddih lana Kur'an-ı Kerim enne hâzihi el-ibadat kulluha hiye mes'uliyat alel muslim. İkamet-i salâ ve es-siyâm ve zekâ ve el-hac ve el-udhiye. Hâzihi يأمرنا بها القرآن الكريم ولكن لا يوضح لنا القرآن الكريم تفاصيلها ancak bu ibadetlerin yapılış şekli ve kuralları ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapmaz. Yani القرآن الكريم لا يوضح لنا بالتفاصيل كيف تتم عملية القيام بهذه العبادات. Bu ayrıntıları bize Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öğretir. Yani Resulü sallallahu aleyhi ve sellem هو الذي يوضح لنا هذه التفاصيل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ويقول أيضا في حديث آخر خذوا مناسك الحج عني يعني نحن يجب أن نرى كيف صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونصلي مثله كيف قام بالحج ونحج مثله طبعا قد يتساءل سائل ويقول أنا عايش في هذا الزمان ولم يعني أشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف أصلي كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام فالصحابة رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يصلي وبدأوا يصلون مثله وكتبوا هذا الكلام ووصلت إلينا الأحاديث فمن الأحاديث التي وصلت إلينا أحاديث صحيحة ومتواترة عن الصحابة يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام نعرف كيف صلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف قام بالحج وبالتالي نقوم بها كما قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام طيب قرآن كريم دورو anlaşılmasında Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin açıklamalarının büyük önemi vardır. Yani هناك أهمية كبيرة جدا لتوضيحات الرسول عليه الصلاة والسلام ولسنته من أجل فهم الصحيح للقرآن الكريم. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ve açıklamalarını dikkate almaksızın Kur'an'ın doğru bir şekilde ve hakkıyla anlaşılması mümkün değildir. Yani ليس من الممكن أبدا تطبيق أوامر القرآن الكريم بشكل صحيح إلا عبر الانتباه لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتوضيحاته. إذا لم ننتبه لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نستطيع تطبيق أوامر القرآن الكريم لأن التفاصيل يرويها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر والدرس القادم بإذن الله نتابع الصفتين الأخريين للرسول عليه الصلاة والسلام أنه بشير ونذير وأنه أيضا بعث ليتمم مكارم الأخلاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.